قراءة تفصيلية للوثائق السرية للتجارب النووية الفرنسية في جزر بولينيزيا. استغرق العمل عامين متتاليين وأسفر عن إصدار تقرير مفصل يشرح النتائج الكارثية للتجارب النووية التي كانت قد بدأتها فرنسا مع بداية سنة 1966. حسم تقرير جديد صادر عن مجموعة دولية من الأبحاث الأمنيين وعلماء البيانات والصحفيين الاستقصائيين الجدل الدائر على مدار عقود عدة حول تورط الحكومة الفرنسية بتجارب نووية كانت قد أجرتها في جزر بولينيزيا الفرنسية في المحيط الهادئ، والتي أسفرت عن إصابة 110,000 شخص بالتلوث الإشعاعي. وقد استعرض هذا التقرير في طياته المدى الحقيقي للكارثة الصحية الناتجة عن هذه التجارب التي لا يمكن تجاهلها رغم المحاولات الحكومية المتعمدة لإخفائها. وفقا لما أورده مقال لموقع ساينس أليرت في 10 من مارس هذا لسنة 2021 قائلا: قام فريق دولي من الباحثين بتجميع وتحليل أرشيف مكون من حوالي 2000 صفحة من الوثائق الحكومية والعسكرية الفرنسية التي رفع الحجب عنها مؤخرا. وقد أسفر عملهم الذي استغرق عامين متتاليين عن إصدار تقرير مفصل يشرح النتائج الكارثية التي تسببت بها التجارب النووية التي كانت قد بدأتها فرنسا مع بداية سنة 1966 ضمن برنامج سري عسكري في جزر بولينيزيا المرجانية، وبالتحديد جزيرتي مورورو وفانغاتوفا، والذي استمرت لنحو 30 عاما بما يقارب 200 تفجير نووي قبل أن تنتهي في وقت لاحق خلال فترة الاحتجاجات الجماهيرية سنة 1996. يوضح التقرير أن أكثر الأسلحة قوة والتي شكلت الخطر الأكبر على المدنيين في بولينيزيا الفرنسية كانت قد استخدمت خلال عامي 1971 و1974، وأسفرت عن سحب ضخمة من الجسيمات المشعة حملتها الرياح دون أدنى تحذير إلى السكان الذين لا حول لهم ولا قوة. السبب الرئيسي للإصابة بالسرطان. استخدم الباحثون تقنيات النمذجة ثلاثية الأبعاد الجديدة وتحليل البيانات بهدف استقراء نطاق المنطقة المتضررة والمأهولة بالسكان التي تعرضت للغبار الإشعاعي في أعقاب الانفجارات. وعند إعادة التقييم العلمي لجميع الجرعات الإشعاعية التي تعرض لها سكان تلك المناطق، خلص الباحثون إلى أن جميع سكان بولينيزيا تقريبا تعرضوا لتلوث إشعاعي في ذلك الوقت، أي ما يقارب 110,000 شخص. كما تشير الدلائل التي تم رصدها في الوثائق إلى أن نتائج هذا التلوث بالجزيئات المشعة كان سببا رئيسيا لمجموعة من حالات السرطان التي تصيب السكان المحليين في تلك الجزر، والتي ارتبطت باختبارات المسؤولين العسكريين الفرنسيين. تورط الجيش وصناع القرار. قام الباحثون بإجراء العشرات من المقابلات مع أشخاص معنيين من سكان الجزر المتضررة، إضافة إلى أفراد ممن عملوا في الجيش الفرنسي آنذاك، وذلك بهدف رسم سيناريو متكامل عن كافة الأطراف المشاركة في الحدث في ذلك الوقت. وتطرق الباحثون أيضا إلى التعتيم الذي فرضه علماء الجيش في ذلك الوقت رغم درايتهم بآثار التلوث الإشعاعي على الأرض والهواء وعلى مياه الشرب وبالمخاطر الجسيمة التي تنتج عنه خاصة للأطفال الذين وثقت إصابة العديد منهم بالسرطان في السنوات التالية لتلك الاختبارات. رغم أن الأرصاد الجوية قد أشارت في تلك الفترة إلى أن الرياح ستحمل السحب السامة المليئة بالجسيمات المشعة إلى الجزر المأهولة بالسكان، فإن ذلك لم يثني المسؤولين عن المضي في إجراء تلك الاختبارات التي كان أشهرها حادثة انفجار جهاز يسمى سنتور سنة 1974 الذي أدى إلى انتشار كميات كبيرة من الإشعاع في وقت كان عدد سكان الجزر البولينيزية الفرنسية آنذاك 125,000 نسمة. والمثير للاستغراب أن التقييمات العسكرية التي نشرت على مدى العقود الماضية كانت قد تعمدت التقليل من أهمية المخاطر التي نتجت عن تجاربها النووية، بل ذهبت إلى أبعد من ذلك لتنفي أي صلة لها بالآثار السلبية المرصودة. تعويض ب100 مليون يورو.
حتى يومنا هذا قامت الحكومة الفرنسية بتعويض ما يقارب 454 شخصا فقط كنوع من التقدير لتضررهم من تلك التجارب. وبالمقابل رفضت السلطات دون أي تبرير ما يزيد على 80% من الطلبات. وهكذا يتوقع الباحثون وفقا للنتائج الجديدة التي تدعم المتضررين بمجموعة ضخمة من الأدلة المتاحة للعموم أن يتجه ما يقارب 110,000 شخص للمطالبة بحقوقهم بالتعويضات من الحكومة الفرنسية. ووفقا لمراسلات البريد الإلكتروني المتبادلة داخل وزارة الدفاع الفرنسية، فقد تبين أن أضرار التلوث الإشعاعي قد تجاوزت سكان بولينيزيا الأصليين، حيث تم الكشف أيضا عن إصابة 2000 شخص من أصل 6,000 من العسكريين والمدنيين السابقين الذين شاركوا في الاختبارات والذين أصيبوا بالفعل أو قد يصابون بسرطان ناجم عن الإشعاع. أخيرا، يعتبر هذا التقرير المحاولة العلمية الأولى المستقلة لتقييم حجم الضرر الناتج عن التجارب النووية الفرنسية التي حاولت الدولة جاهدة طمسها ورفضت الاعتراف بآلاف الضحايا في المحيط الهادئ، الذي يتوقع أن يصل إجمالي التعويضات المستحقة لهم إلى ما يقارب 100 مليون يورو.